عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التلاميذ الصغار، ومع درس جديد في مكونين الإملاء. درسنا لهذا اليوم هو بعنوان التاء المبسوطة والتاء المربوطة. إذا متى تكتب التاء مبسوطة ومتى تكتب التاء مربوطة؟ إذا أولا فلنتعرف على كتابة التاء المبسوطة. إذا تكتب التاء مبسوطة بهذا الشكل إذا كانت متصلة بالحرف الذي قبلها، مثل بيت، زيت. وتكتب بهذا الشكل إذا كانت منفصلة مستقلة عن الحرف الذي قبلها، مثل صوت، توت، نبات. والتاء المربوطة تكتب بهذا الشكل إذا كانت متصلة بالحرف الذي قبلها، مثل مدرسة، محفظة. وتكتب بهذا الشكل إذا كانت مستقلة ومنفصلة عن الحرف الذي قبلها، مثل كرة، مبرة. إذا متى تكتب التاء مبسوطة؟ إذا تكتب التاء مبسوطة في آخر جميع الأفعال، مثل كتبت. إذا انتبهوا صغاري، هنا كتبت التاء مبسوطة لأنها في آخر الفعل. وأيضا هنا كتبت، إذا كتبت مبسوطة. كتبت، التاء مبسوطة. أسكت، التاء مبسوطة. إذا كتبت التاء مبسوطة لأنها متصلة بالفعل أو بأنها في آخر الفعل. وجمع، وتكتب أيضا مبسوطة في جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بإضافة الألف والتاء إلى الكلمة المفردة المؤنثة، مثل معلمات، مفردها معلمة. إذا قمنا بإزالة التاء المربوطة وأضفنا الألف والتاء، لاحظوا هنا التاء كيف كتبت مبسوطة، معلمات. هنا أيضا طبيبات. إذا التاء كتبت مبسوطة لأنها جمع مؤنث السالم، مفردها طبيبة. تكتب بالتاء المربوطة، ثم نزيل التاء ونضيف إليها الألف والتاء المبسوطة، ثم هنا طالبات أيضا، فهذا جمع مؤنث سالم. وتكتب التاء مبسوطة أيضا في الاسم إذا سبقها سكون حي أو ميت، مثل انتبهوا صغاري هنا بيت. انتبهوا جيدا هنا إلى السكون الذي كتب بالأخضر، فهذا سكون حي، بيت. إذا التاء جاءت بعد سكون حي، إذا ستكتب مبسوطة. صوت كذلك هنا سكون حي، كتبت التاء مبسوطة. زيت أيضا هنا سكون حي، إذا تكتب التاء مبسوطة بعد إذا سبقها سكون حي. وانتبهوا صغاري هنا نبات، إذا هنا قبلها سكون ميت، إذا السكون الميت هو المد بالألف أو الواو أو الياء. لدينا هنا نبات، إذا هنا مد بالألف، إذا كتبت التاء مبسوطة بعده. ثم هنا توت، إذا هنا المد بالواو، إذا تكتب التاء مبسوطة لأنها بعد سكون ميت وهو المد بالواو. مبيت، إذا هنا المد بالياء، إذا تكتب التاء مبسوطة بعد المد بالياء، وقلنا أنه سكون ميت. إذا متى تكتب التاء مربوطة صغاري؟ إذا انتبهوا جيدا هنا، تكتب التاء مربوطة في آخر الأسماء إذا صح الوقوف عليها بالهاء. إذا انتبهوا صغاري هنا، إذا صح الوقوف عليها بالهاء، مثل مكتبة. إذا انتبهوا صغاري هذا اسم مكتبة، إذا هل يصح الوقوف عليها بالهاء دون أن يتغير معناها؟ ماذا سنقول؟ مكتبة. إذا صح الوقوف عليها بالهاء، إذا تكتب التاء مربوطة. وأيضا لاحظوا صغاري هنا قبلها فتحة، مكتبة، مكتبة. محفظة، محفظة، أيضا صح الوقوف عليها دون أن يتغير معناها. عائشة،
عائشة. إذا صح الوقوف عليها بالهاء، إذا تكتب التاء مربوطة، وهنا أيضا كرة. إذا هل يصح الوقوف عليها بالهاء دون أن يتغير معناها؟ كرة، كرة، كرة. إذا صح الوقوف عليها بالهاء، إذا تكتب التاء مربوطة. نتأكد من ذلك صغاري ونقوم بتجربة على التاء المبسوطة. بيت، هل يصح الوقوف عليها بالهاء؟ ماذا سنقول؟ بيه. إذا تغير المعنى، إذا لا يصح الوقوف عليها بالهاء، إذا ستكتب بالتاء المبسوطة بخلاف كما قلنا مكتبة، مكتبة. إذا صح الوقوف عليها بالهاء دون أن يتغير معناها، وبالتالي ستكتب التاء مربوطة. إذا صغاري باختصار يمكن أن نقول تكتب التاء مبسوطة في آخر جميع الأفعال، وفي جمع المؤنث السالم، وفي الاسم إذا سبقها سكون حي أو ميت، وتكتب التاء مربوطة في آخر الأسماء. إذا قلنا هنا في آخر الأسماء ليس في آخر الأفعال، إذا صغاري في آخر الأسماء إذا صح الوقوف عليها بالهاء، مثل مكتبة كما قلنا. وبهذا صغاري نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم، وإلى درس مقبل بحول الله.